وكان الملك المجنون لودفيك يدعو ضيوفه إلى قلعة ليندرهوف ليقعوا ضحايا في أشراكه. جميل. ولذلك كانوا يسمونه الملك المجنون وليس ملك بافاريا المحبوب. ها؟ تراجعوا. هذا يكفي. هل يحتمل أن تكون كنز لودفيك المفقود؟ أنا واثق بأنه مفخخ، لذا لا تلمسوا شيئا. هيا هيا هيا. يوم عصيب. التزلج على الثلج أفضل من هذا. اتبعوا. ما الأمر يا عمي؟ تعال وعانق عمك. أنت لم تصنع القهوة هذا الصباح وهي ما يبقي عمك حيا. هل تريد موت عمك؟ لا؟ إذن اصنع القهوة. حاضر. شيء آخر، تلقيت مكالمة من الجامعة يريدون منك ترجمة شهادتك. حاضر. شيء آخر، شيء آخر، هذه جيد ابنة أختك وستقيم معك مدة عام. حاضر. هل لدي ابنة أخت؟ إنها ابنة ابن عمك وهي غير مجدة في مدرستها، وابن عمك يعتقد أنها ستكون أفضل حالا هنا معك. ولكن لم يسألني أحد. لم يريدوا إزعاجك، والآن تعرفا بينما أقوم بعملي. ولكني لا أعرف شيئا عن الأطفال. مرحبا، أنا جاكي. لا تفهمين؟ مرحبا. حقا؟ سيب. هل اشتروا شيئا؟ لا. أنت بائع فاشل. انتبه إلى الفتاة وخبئ الترس. وأين سأخفي ترسا كبيرا؟ أين وضعته؟ كهربائية؟ انتهى وقت اللعب، هيا اذهبوا بسرعة، اذهبوا. Ah!
يا إلهي. لنهرب. ولم فعلت ذلك؟ جاكي، ظننت أننا صديقان. نحن كذلك، لكن هذا المكان يجب أن يبقى سرنا. أرى أن هذه قمامة مميزة جدا جدا. جاكي، ربما أراك بعد 6 سنوات أخرى. سوف أطلب سيارة أجرة. لا تفعل. توقيت السعودية على الـ NBC 3. حاولت تحذيرك. كيف وصلت إلى هنا؟ عبر السلالم. اتبعني. جاكي، أهلا بك في القسم 13. ظننتك تعمل مع الشرطة. كنت منذ أن عرفتني أرعى هذه الوكالة سرا. هل أنت جاسوس؟ وهؤلاء؟ نحن شرطة خاصة، نطبق القانون. وما الذي تريده مني؟ علمنا أنك حصلت على تحفة أثرية من بافاريا. كيف عرف الجميع بالأمر؟ الجميع؟ أجل، فأنت ثاني رجل يسألني عن الترس هذا اليوم. هذا ما خشيته. ما القصة؟ ترتبط بعلاقات مع كل نشاط إجرامي يحدث، وزعيمها هو هذا الرجل فالمونت. أتقصد أن رجلا واحدا أوقفكم؟ أجل، ولكن عالم آثار واحد تفوق على 3 من رجالي المسلحين بأحدث الأسلحة. هل ذكرنا أنه استخدم ماسحات الزجاج؟ توهرو. أهلا توهرو. لا أستطيع التنفس. يكفي. دوه كما تريد يا شندو. علمنا مؤخرا أن اليد السوداء اهتمت فجأة بجمع تحف أثرية معينة. لماذا؟ لا أعرف، ولكن القسم 13 قد يحتاج إلى مساعدة عالم آثار مثلك. أنا محظوظ، هاون لا أكثر. لكنك هاون موهوب أعرفه وأثق به. وماذا عن دراستي؟ لا نريدك متفرغا، بل ستساعدنا لنبقى متقدمين على فالمون. سأفكر في الأمر. من هذه؟ لا أعرفها. سأخرجكم من هنا. ماذا قلت؟ احذري. جاكي، كم إصبعا ترى؟ ما هذا، أسماك؟ اتركاني. كيف دخلت إلى هنا؟ السلالم. من أين أتيت بالدراجة؟ كان يمكن أن تتعرض. أخذتها خلصة من مرآبهم، عرفت أننا سنحتاجها للهروب. ألم نرحل الآن؟ جيد، دعيني أعرفك على أصدقائي. أفقدك أصدقاؤك الوعي وأخذوك إلى قاعدة سرية تحت الأرض.
أجل، أصدقاؤك رائعون جدا. أخبروني كيف اخترقت طفلة نظامنا الأمني. لست طفلة، إننا ابنة أخته. لم أكن أعلم أن لك ابنة أخت. وأنا أيضا. جيد، دعك من هذا، ألم أكن شجاعة؟ بلى، لكنك تحتاجين إلى الحكمة لتقدير حجم الخطر، فالشجاعة بلا حكمة حماقة، هل هذا مفهوم؟ لابد أن سمعي ضعيف. نعم جاكي. عمي، أين أنت؟ لا أستطيع إخبارك. جاكي، شيء آخر، هل رأيت جيد؟ نعم، إنها معي. أرأيت؟ عرفت أنكما ستنسجمان. هناك شيء آخر. عمي، 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 عمي. حتى الآن عمك بخير يا تشان، ولكن إذا لم أحصل على الترس خلال ساعة. أجل، أفهم ذلك، سأحضره لك ولن أخبر أحدا. صديقي، أرجوك انتبه لابنتي أختي. إلى أين؟ أرجوك لا تسألني. حسنا أيتها الفتاة. ترى أين خبأ عمي الترس؟ مرحبا. ولكن كيف؟ السلالم. إذن صعدي السلالم إلى غرفتك. دعني أساعد، عمك هو عمي أيضا كما أظن. حسن، أين الترس؟ هذا هو. أجل، لابد أنني نلت الحكمة التي تحدثت عنها. شكرا لك، والآن إلى غرفتك. موجود هناك. وكيف عرفت؟ أنا أعرف. إذن لماذا لا تعرفين معنى ذهبي إلى غرفتك؟ ابقي هنا، وإلا أعدتك إلى هونغ كونغ يا جيد. وعدك الشافة، لقد خدعته. أراهن على أني أسرع منك في الجري.